أنا ما فيش دماغ أسمع مشاكل، كفاية اللي أنا فيه. ليه يا حبيبتي؟ مالك يا دوحة؟ فيك إيه يا روحي؟ لسه من شوية أنا واللي اسمها نعمة طلة دي طبين خناقة مع بعض. لسه الولية طولة التيلة دي حتى نقراها من نقرك؟ ست فالجر وجهلة، أنا مش عارفة ليه حطاني في دماغها. طبعا، أمال إيه؟ أصلك أنت أصغر منها وأصغر منها وأحلى منها كمان. يو بقى، أحلى منها أصغر منها، أنا ذنبي إيه؟ طب والحاج بتولي جوزي قاعد ساكت كده؟ ما قلتلوش ليه هي بتعمل معاكي إيه؟ متولي غلب معاها، ده حتى قبل أمينة قرفانة منها موت، واضطرت النهاردة تطردها من شقتها وطردتني كمان معاها. الله، طب وانت ايه اللي وداكي هناك وانت عارفه انها هناك؟ قبل امينه طلبتنا ظهر كده في مشكله كبيره قوي، انا لسه مش عارفه ايه هي المشكله دي بس قاعده قلقان. والله ما فيش مشكله قد مشكلتي انا الشخصيه. مشكله ايه يا ماما؟ زاهر، زاهر يا مديح. ماله ده كمان؟ حاسه زي ما يكون بيضيع مني. ما يضيع ولا يروح في 60 داهية، هو احنا كنا ناقصينه ده كمان؟ بعد الشر عليه، ما تقوليش عليه كده ابدا. هما ليه كل شوية بتيجي تشتكي منه؟ غصب عني، حاسة انه خلاص اتغير، ما بقاش يحبني. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني مش بيدلعني زي الأول، مش بيقولي كلام حلو. دلوقتي بيقوم من النوم، ياخد الدش بتاعه ويطلع من الحمام يروح متشيك على الاخر وحاطط برفه ومش طايق بقى يقعد في البيت، ياخد العربيه ويجي نازل. اقول له رايح فين يا حبيبي؟ يقول لي رايح المكتب. الكلام ده بيكون الساعه كام؟ تقريبا الساعه 1. طب ما انت عارفه ان المكتب بيفتح من الساعه 5. ما انا قلت له كده يا مديحه، هو قال لي بقى انا بحب اروح المكتب بدري عشان اوضب شغلي. يوضب شغله؟ شغله ايه ده اللي يوضبه؟ هو عنده شغله ولا مشغله؟ ده بيقعد برا المكتب يدخلي الناس، يعني ما حصلش حتى سكرتير، ده زي البواب بالظبط. عيب عيب، ما تقوليش كده عليه ابدا. مش معنى ان انا زعلانه منه انك انت تقولي عليه بواب. لا انا ما اقصدش، انا بس بشرح لك شغلته شكلها عامل ازاي عشان ما يقعدش كل شويه يكذب عليك يقول لك بجهز حاجتي ورايح المكتب بدري وبعدين تعالي هنا يا ماما. هو انا جايبه لك انت العربيه ولا جايباها للاستاذ زاهر عشان يفضل يدور بيها طول اليوم؟ تقدري تقولي لي انت جايه ازاي النهارده؟ وانا الحقيقه انا ما كانش معايا تمن التاكسي، فاضطريت اركب ميكروبات، قصدي ميكروباص. معقوله الكلام ده يا ماما؟ افرضي حد شافك يقول علينا ايه؟ وبعدين هو الاستاذ فين دلوقتي ان شاء الله؟ هو قال لي ان في واحد صاحبه عزمه على الغدا. صاحبه ولا صاحبته؟ يا ستي قصدك ايه؟ قصدي بقى انه بيضحك عليكي وقعد يقنعك عشان اشتري لك العربيه وياخدها هو يدور بيها على حل شعره. ما افتكرش ليه؟ امال بيروح فين كل يوم؟ سكت يا مديح، الكلام ده لو صح انا طب سكت على طول. وليه بس ده كله ليه؟ بحبه يا مديح، بحبه. انا عمري ما حبيت حد زي زهورتي ابدا. انت كل واحد بتتجوزيه يا ماما بتقولي عليه كده. ايه ده؟ انت نازله يا استاذه ملفت؟ لا ده انا كنت رايحه اتغدى. والله الحل من بعضه، خلاص اعتبري نفسك معزومه. يلا ببساطه كده يا استاذ زاهر، مش تعرف الاول هي كانت هتتغدى مع مين؟ هتكون مين يعني؟ مش مهم، معايا انا اللي عازمها. يا راجل ايه الفيلينج ده؟ عموما انا اسف. على العموم اعتبر نفسك معزوم معانا. لا مش طلب. ولا انت بتحب ان المدام تتغدى معاك؟ لا خالص.